كان هذا اللقاء بضم معظم المدارس الأماني، عملناه في مركز سيد السلام، وكان مشكور أبونا شوقي رتب لنا كل الأمور للرياضة الروحية. بلشناها بصلاة الفرض في الكنيسة، ومن ثم كان في محاضرة لأبونا شوقي قعدنا حوالي ساعة فيها، حكينا عن الأيام الزمن الصوم والزمن الأربعيني. وبعد ذلك في عنا لقاء حوار مع سيدنا سليم المطران سليم الصايغ، وبعد ذلك راح يكون في عنا قداس، وبعدين غداء لأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة من معلمين ومدراء في مدارس الأماني.